الحفظ والعلم، القوة والأمانة. القوة هو العلم، أي القوة في العمل، القوة في الفكر، القوة في إجادة ذلك العمل الذي هو مقبل عليه. الأمين وهو الحفيظ، الأمين أي مؤتمن على عمله، صادق في عمله. فهاتان الصفتان لا بد للشخص فيهما في كل عمل يعمله. ولذلك نحن لا نقول بأن السياسة كلها شر، أو بأن السياسة لوثت وأنها مجال الانتفاعية ومجال الانتهازية. لا شك أنها جزء من هذا الكلام صحيح، ولكن نحن نريد أن نقدم النموذج المنافي لهذه النموذج. نريد أن نقدم نموذج السياسي الصادق، السياسي الأمين، السياسي الحافظ العليم، الذي هو صادق في نفسه، صادق مع ربه، صادق مع الناس، مؤتمن على أحوالهم، ناصر لحقوقهم. السياسي الذي يسعى بإخلاص وبكل صدق ويبذل في ذلك، ليس هو يأخذ، الذي هو يبذل جهده ويبذل وقته ويبذل ماله ويبذل حياته من أجل أن يطور حياة الناس وينمي حياة الناس، وأن يسعى لكي تكون حياة الناس أفضل. وهذا لا شك أنه حتى عند الله عز وجل باب كبير من أبواب الأجر. حين يعمل الإنسان في منصبه في المعتقدين الإسلاميين، يعني ثم اخترته كما يقولوا بعد مراجعات فكرية، اخترته يعني المجال السياسي من أجل، يعني اخترته الطريق ديال محاربة الفساد بطريقة أخرى، كما كيقولوا يعني عن طريق يعني المؤسسات ديال الدولة. ولكن إذا كانت الدولة ما مستعداش أنها تصفي الملف ديال المعتقلين الإسلاميين، وبالتالي احنا كنسمعوا في المواقع، كنشوفوا بزاف ديال المعتقلين الإسلاميين المعاناة اللي كيعانيوها في السجون المغربي، وبالتالي كنتسائلوا يعني التجربة اللي دوزتوها كان بالأحرى ربما أن تخندقوا ربما على يكون الهاجس الأول والأساسي هو إطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين، أو بالأحرى حتى ولا ما كانش إطلاق ديال السراح الإسلاميين والسياسيين، وهذا مطلب شعبي. في آخر المطاف أنا بغيت نقول لك الشيخ، حتى المعاناة اللي كيعانيوها في السجون بما فيها التفتيش الروتيني، بما فيها مجموعة من الأمور اللي كيتعرضوا لها، بما فيها بزاف ديال الحوايج اللي هي خطيرة، يعني ألا تعتقدون بأن ما الأحرى هو في هذا الملف؟ وبالتالي كنشوف الاختيار ديالكم والتوجه، توجه سياسي مع الملف ديال المعتقلين الإسلاميين. وتحية هي البلدة الصغيرة، وكذلك نشكره على إتاحته لهذه الفرصة من أجل تبادل الآراء وتبادل الأفكار. لا شيء من هذا ربما قد يحدث، لأن في المرجعية الفكرية ربما المرجعية الفكرية ربما أتناقض مع المنظور الإيديولوجي بتاع حزب النهضة أو الفضيلة. لماذا؟ لأن ربما العمل الاستراتيجي الذي تأخذ النهضة أو الفضيلة هو بمنظور إيديولوجي واضح، يعني كي يدافع عن المرجعية الإسلامية. ولكن كان بين المرجعية، لأن احنا كنعرفوا بأن الحركة الإسلامية في العالم الإسلامي على العموم هي تختلف حسب الرؤى وحسب الاستراتيجيات. فكنلاحظوا مثلا اللي غادي نشوف في المغرب، غادي نهضروا على الإخوان السلفيين، والسلفيين فيهم فروع. إلا غادي نمشيو نهضروا كذلك على
من بين الجماعات الضاغطه كذلك كاين جماعات العدل والاحسان، حتى هي قوه ضاغطه في المغرب. الا غادي نمشيو للظاهره الحزبيه اللي غادي تشهدها الحركه الاسلاميه في المغرب، غادي نهضروا على العداله والتنميه، وغادي نهضروا على النهضه والفضيله. وكاين شي حزب اخر اللي حتى هو كيمشي في نفس المسار. يعني الشعب المغربي في ظل هذا التشدد وفي ظل هذا عدم وضوح الرؤى نتاع، لان مازال ما قدرناش نتصالحوا مع الشعب المغربي اشنو باغيين حنا كحزب سياسي اللي راه داخل في اطار هذه اللعبه القائمه، اشنو باغيين حنا في نهار نوصلوا للسلطه او نهار لان الخطاب ولا كيكون مزدوج، سواء عند الاحزاب نتاع اليسار ولا عند الاحزاب نتاع اليمين ولا عند الاحزاب نتاع الوسط، الخطاب مزدوج. البارح مثلا كنشوفوا العداله والتنميه في المعارضه تقول كلام، واليوم اصبحت تقول كلام اخر. من يضمن لنا نحن من ليست لديهم لا حول ولا قوه؟ من يضمن لنا بان ربما غدا تطلع النهضه والفضيله ولا لا تقلب الخطاب او لا تغير الخطاب؟ يعني هذا التساؤل ربما اتمنى الاجابه عنه بكل صراحه، ولا اظن بان الشيخ قد يفعل غير ذلك. ثاني حاجه فيما يخص ربما شهر سنور الدين شهر المعتقلين الاسلاميين، انا كان نطرح التساؤل، الموقف نتاع حزب النهضه والفضيله من المعتقلين السياسيين وليس المعتقلين الاسلاميين وفقط، لان اي واحد شكون هو المعتقل السياسي؟ هو المناهض للسياسه، اي نظام قائم، فكل معتقل في هذا الشان او في هذا الدرب فهو معتقل سياسي. الموقف ديال والموقف كذلك نتاع النهضه والفضيله مما تفعله العداله والتنميه من الزيادات الصاروخيه في الاسعار، من ضرب القدره الشرائيه للمواطن، من الاكاذيب والخداع التي تمارسها بشكل واضح، لان حزب العداله والتنميه كان كباقي الاحزاب السياسيه في المغرب التي تقف موقف المعارضه، ماشي موقف المعارضه على يافطة فقط، وانما تخرج وتواجه او دي ستوب هاد الشعب راه بركه. يعني موقف نتاع النهضه والفضيله من حزب العداله والتنميه وما تفعل يسمى ب طرح الذي وضعه الشيخ بالنسبه لل الادله الدينيه او الادله الشرعيه او الادله النقديه للمشاركه في العمل السياسي. السؤال الذي يعني يحيرني او لا افهمه لم اجد له الاجابه هو قضيه الاسقاطات. يعني عندما نتحدث عن موسى عليه السلام ونتحدث عن يوسف عليه السلام في قضيه الوزاره، يعني الحديث عن يوسف عليه السلام في قضية الوزارة كانت يعني ظروف غير الظروف التي نعيشها، والسياسة غير السياسة التي نعيشها. يعني الأمر الآن الواقع نتاعنا حاليا على ما أظن أننا كنعيشو الذي يشارك في العمل السياسي فهو في إطار منظومة وليس يعني له الحق في التصرف او العمل بكل حريه. يعني عندما نتكلم عن الكفاءه فمن يستطيع استعمال الكفاءه نتاعو او استخدام الكفاءه نتاعو بداك الشان بداك الطريقه الصحيحه. يعني الان نعيش في اطار منظومه، والدليل على ذلك اننا يعني هربنا من العمل السياسي هو النظر تاعنا للتاريخ. العمل السياسي، تاريخ العمل السياسي في البلاد نتاعنا يعني التغير كما تحدث الاخ، التغير المفاجئ. يعني الانسان كنعيشوا مع حالات تاريخ نتاع النضال، ولكن في الاخير يصير ضمن المنظومه.
يصبح من المنظومة، يطحن، يصبح من المنظومة السياسية الموجودة. يعني هذا سؤال يحيرني. تيجيني أن السبب اللي خلى من هذا الفضيلة تدخل تلعب اللعبة السياسية رغم أنه بقي نفس النظام القائم، يعني نفس اللي تعرضوا له المعتقلين السياسيين، تعرضوا للحيف والظلم ورضاو أنهم يشاركوا هذه اللعبة السياسية اللي كانوا هما أكبر المتضررين بها، هما الشيوخ نتاع السلفية اللي من بعد داروا المراجعة الفكرية وكذا ورجعوا. والسؤال اللي راه دابا، السبب اللي دفع لنا هذو الفضيلة اللي دخل في هذه الساعة بالضبط تشرف العمل السياسي؟ وتحية للأستاذ. ونؤثر بسيدنا يوسف سيدنا موسى ونقرأ الواقع لجماعة الإخوة المسلمين في عهد النظام السابق حسني مبارك. اسمح لي. في عهد المجلس العسكري وفي عهد، نقولوش عهد مرسي بالحقيقة، مش عهد مرسي. أما الآن مصر الآن تعانيه الجماعة، وكنشكرك على الزيارة والله يعشق. 1974 تربيت ونشأت في مدينة الدار البيضاء، وفي بيت منذ صغري يعني فتحت عيني على كبار العلماء والمشايخ في ذلك الوقت. فتحت عيني عليهم وهم يدخلون البيت ويستضيفهم ويستضيفوننا، فلا شك أن هذا كان له أثر كبير في التربية التي تربيتها، مع حرص الوالد على حفظ القرآن وحمد كتاب الله عز وجل. ولذلك وأنا صغير سافرت عدة سفرات، منها إلى فاس لمدة 4 سنوات من أجل ضبط القرآن ضبطا تاما، ثم بعده ومع متابعة الدراسة النظامية في ذلك الوقت، إلى أن أنهيت الدراسة الثانوية العادية. بعدها دخلت كلية العلوم شعبة الفيزياء والكيمياء بمدينة الدار البيضاء، ومنها أيضا انتقلت إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ونلت إجازة في بكلية الشريعة. وهناك يعني في المدينة المنورة التقيت بكبار المشايخ المعروفين في ذلك الوقت، ابن باز وابن عثيمين وغيرهم، وكنا نتتلمذ على أيديهم ونجلس عندهم، وتأثرت كثيرا بأحد المشايخ الذين لازالوا إلى اليوم في تلك الديار، الشيخ محمد المختار الشنقيطي، وعشت معه سنوات طويلة. بعد ذلك عدت إلى المغرب وسجلت دبلوم الدراسات العليا بمدينة فاس، وحصلت على دبلوم الماستر في فقه الأموال في الشريعة الإسلامية. ثم بعد ذلك خرجت للدعوة إلى الله عز وجل والمحاضرة في كثير من المساجد والمنتديات والمحاضرات ودور القرآن بمدينة فاس لمدة 2 تقريبا، إلى أن جاءت الأحداث المعروفة واعتقلنا قبل أحداث 16 مايو بمدة طويلة. أنا والشيخ حسن الكتاني اعتقلت الاعتقال الأول، ثم أفرج عني بعد خطبة كنت خطبتها عن فلسطين والاعتداء الذي تعرضت له مدينة جنين من طرف الصهاينة. ثم كان الاعتقال الثاني مع الشيخ حسن الكتاني قبل أحداث 16 مايو بمدة بدون أي تهمة، إلى أن وقعت أحداث 16 مايو ونحن بالسجن، فنسبت لنا هذه الأحداث ظلما وبهتانا، وحكم علي ب30 سنة سجنا، ثم خفضت إلى 25. ثم بعد مرور 9 سنوات من هذه المحنة، وبعد الحراك والربيع العربي وصعود العدالة والتنمية إلى الحكم، كان الفرج من الله عز وجل. هذا باختصار. ولا زلت إلى الآن أتابع البحث الدكتوراه، لم أتممه بسبب الظروف السجنية، لا زلت أتابعه بكلية الآداب بمدينة فاس في الاقتصاد الإسلامي. وبعد الخروج من السجن اشتغلت في عدة مجالات، منها المجال السياسي والالتحاق بحزب النهضة والفضيلة، منها المجال الدعوي حيث أسسنا جمعية البصيرة، منها أيضا أسسنا بمدينة فاس مركزا للتنمية والدراسات الاستراتيجية،
زائد العضوية في مجموعة من المنتديات العالمية كالأمن العامة لمنتدى المفكرين ومنتدى قرطبة بجنيف وغيرها من الأنشطة التي نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا بها خالصا وصادقا وأن يتقبل منا ذلك. أعود إلى لا بد أن أدقق فيه، تكرر على كثير على لسان كثير من الحاضرين معنا وهم معذورون فيما ذكروه بسبب التأثير الإعلامي القوي الذي مورس ضدنا طيلة سنوات المحنة تبريرا للاعتقال الذي كنا معتقلين، وهو أننا قمنا بمراجعات فكرية وكانت هي السبب في دخولنا العمل السياسي. أنا أقول كما قلت هي جلسة صادقة، لو كان الأمر كذلك ثم راجعت لا أجد أي عيب في ذلك، كما راجعنا فعلا في أمور كثيرة، لكن في هذه النقطة بالذات ليست هناك أي مراجعة فكرية. لم نكن أبدا ضد العمل السياسي ولا أنكرناه أبدا، وكما قلت لكثير من الإخوة نحن من سنة 2002 في سنة 2002 كنت من أكثر من مدينة فاس من دعم حزب العدالة والتنمية ودعا الناس إلى التصويت عليه في ذلك الوقت في انتخابات 2002. فالقول بأن دخولنا العمل السياسي هو مراجعة فكرية بعد السجن وغير ذلك هذا كلام غير صحيح. إضافة وهذه النقطة المهمة التي أود الحديث عنها، إلى أن المحنة التي تعرضنا لها داخل السجن زادتنا اقتناعا بدخول العمل السياسي، لم نراجع الأمر وإنما زادتنا اقتناعا وأكدت لنا ضرورة هذا الأمر. بصراحة أنا أكون يعني كما قلت في الأول يعني أحب أن أكون صريح وواضح في هذا الأمر. نحن قبل السجن كنا دعاة إلى الله عز وجل، نخطب الجمعة، نلقي الدروس، نلقي المحاضرات كما ذكر أحمد. كنت أنا في بعض محاضراتي في فاس يصل العدد إلى 3000 إلى 4000 وأكثر من الحاضرين الذين يحضرون تلك المحاضرات وبصفة مداومة، يعني مرة في الأسبوع كان درسا أسبوعيا يوم الجمعة، وكان عدد الحضور فيه كل جمعة لا يقل عن 3000 أو 4000 شخص. لكن لما وقع ما وقع وكانت الأحداث وكانت العاصفة لم نجد حتى واحدا أو 10 من هؤلاء الذين كانوا يحضرون هذه المجالس معنا قام بوقفة احتجاجية أو استنكر ما تعرضنا له. أكيد أن الناس كانت تستنكر بقلوبها، لكن شيء فعلي وعملي على الأرض نحس به ويخفف عنا من محنتنا لم نشعره. بل السنوات الأولى كلها أكثر الوقفات الاحتجاجية التي بعد سنوات من المحنة بدأت بعض الوقفات الاحتجاجية لم يكن يحضرها إلا زوجاتنا وأمهاتنا، وكانت وقفات نسائية محضة ليس فيها أثر للرجال بسبب الخوف والرعب الذي دخل كل القلوب وكل البيوت بعد ما وقع في أحداث 16 مايو والحملات العشوائية التي اعتقل على إثرها كثير من الأبرياء والمظلومين. هذا الأمر حقيقة زادنا رغبة